السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط، ومعنا درس جديد في الوحدة الثالثة وهو المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة. بيقول لي ناخد تمهيد بالنسبة للدرس. بيقول لي عند النظر إلى المربعات والمستطيلات والمستقيمات في اللوحة الفنية المجاورة هنجد يا شباب، قال لك نجد ان بعض الخطوط المستقيمه تتقاطع لتكون زوايا قائمه، وبعضها الاخر لا يتقاطع ابدا، يعني في مستقيمات متقاطعه وفي مستقيمات لا تتقاطع. فبنقول كيف تصف العلاقه بين المستقيمات الراسيه في الشكل، في عندي مستقيمات راسيه وفي عندي مستقيمات افقيه. فبيقول ان المستقيمات الراسيه متوازيه وميلها غير معرف، يبقى المستقيمات الرأسية متوازية والميل مش معروف. نقول بقى كيف تصف العلاقة بين المستقيمات الأفقية في الشكل. فبيقول لي المستقيمات الأفقية في الشكل متوازية وميلها ولها الميل نفسه. طيب هنتكلم عن المستقيمات المتوازية. فبيقول لي أنا عندي خطين أهم رأسيين متوازيين، وعندي يعني الخط الأول ميله لأن هو رأسي فميله غير معرف، والخط الآخر رأسي وميله غير معرف، وعندي خطين أفقيين متوازيين، وعندي خطين أفقيين متوازيين. فالخط الأول ميله بصفر، احنا قلنا الميل الخط الأفقي بصفر وميل الخط الرأسي غير معرف، والخط الثاني ميله برضه بصفر. فعندنا بقى هنا قاعدة بتقول لي المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه. عندنا قاعدة بتقول لي المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه، يبقى لو عندي خطين مستقيمين متوازيين يبقى لهم نفس الميل، ولما يكون عندي خطين لهم نفس الميل فهم متوازيين. بيقول لي المستقيم المار بنقطة ويوازي مستقيما معلوما. تعالوا ناخد مثال. بيقول لي اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب 3 و5 والموازي للمستقيم ص بيساوي 2 س ناقص 4 بصيغة الميل والمقطع. احنا في الدروس السابقة يا شباب، في الدروس السابقة احنا عرفنا ازاي نكتب معادلة المستقيم المار بنقطة، وكان بيديني الميل، كان بيديني الميل بشكل واضح. لا هو هنا مديني نقطة واداني معلومة اقدر اجيب منها الميل. فبيقول لي ميل المستقيم ص بيساوي 2 س ناقص 4، هبدأ الأول بإيجاد ميل هذا الخط. طبعًا إحنا عارفين إن الميل هو معامل السين اللي هو بيساوي 2، يبقى 2 هو يا شباب ميل الموازي له، يعني ده الخط ميل الخط التاني بيساوي 2، وهو قال لي إن والموازي، وإحنا لسه قايلين من شوية لما يكون عندي خطين مستقيمين متوازيين لهم نفس الميل، يبقى الميل الخط الأول هيساوي 2 بحكم إن هما خطين مستقيمين متوازيين. فبقول ص بيساوي ميم س زائد ب، انا هبدا بالمعادله. طيب هعوض، هشيل الميم واكتب مكانها 2، وهعوض بالنقطه، هشيل السين واكتب مكانها سالب 3، واشيل الصاد واكتب مكانها 5. يبقى الاول الميم ب 2 لان احنا قلنا الميل ب 2، والنقطه عندي سالب 3 و5، يبقى 5 تساوي 2 ضرب سالب 3 بتساوي سالب 6 زائد ب. تمام، هجمع 6 في الطرفين او هودي 6 بعكس الاشاره مفيش مشكله، يبقى 5 زائد 6 يبقى الباء بتاعتي بتساوي 11، يبقى معادله الخط المستقيم اللي هو طالبها هي ص بيساوي 2 س زائد 11، يبقى المعادله ص بيساوي 2 س زائد 11، دي معادله الخط المستقيم المار بالنقطه سالب 3 و5 والموازي للمستقيم ص بيساوي 2 س ناقص 4. مثال آخر تحقق من فهمك. يقول لي اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة 4 وسالب 1 والموازي للمستقيم ص بيساوي ربع س زائد 7 بصيغة الميل ونقطة. هو عاوز هنا بصيغة الميل ونقطة. أول حاجة أنا لازم أطلع الميل، همسك معادلة الخط المستقيم الثاني وأطلع منها الميل، يبقى ميل المستقيم هنا بيساوي ربع، يعني ص بيساوي ربع س زائد 7، يبقى الميل اللي هو معامل س اللي هو بربع. يبقى في الحالة دي يبقى ميل الموازي له هيساوي ربع. ليه؟ الخط التاني بربع يبقى الخط الأول بربع. ليه حطيتها بربع؟ قال لي والموازي، احنا عارفين لما يكونوا متوازيين يبقى الميلين متساويين.
يبقى معادلة المستقيم بصيغة الميل ونقطة ص ناقص ص واحد بتساوي م في س ناقص س واحد، ص ناقص ص واحد بيساوي م في س ناقص س واحد. طيب أنا هشيل الميم وأكتب ربع، هشيل الميم وأكتب ربع، الصاد واحد بسالب واحد، السين واحد بأربعة، يبقى بقول صاد سالب في سالب بموجب واحد بتساوي ربع في س ناقص أربعة. هذه معادلة الخط المستقيم بدلالة الميل والنقطة. يبقى معادلة الخط المستقيم هي صاد زائد واحد بتساوي ربع في س ناقص أربعة. ناخد مسألة من تأكد، اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة سالب واحد واثنين ويوازي المستقيم صاد بيساوي نص س ناقص ثلاثة بصيغة الميل والمقطع. طبعا أنا همسك الخط المستقيم الثاني اللي هو صاد بيساوي نص س ناقص ثلاثة، هستخرج منه الميل، الميل هنا بيساوي نص، الميل بيساوي نص، يبقى معادلة يبقى ميل الخط الأول الموازي له اللي هو هيساوي نص. تمام، بعد كده يبقى المعادلة ص بيساوي م س زائد ب، هشيل الميم واكتب نص وعوض بالنقطة، يبقى هشيل الصاد واكتب اتنين، واشيل السين واكتب سالب واحد، واشيل الميم واكتب نص، ليه؟ عشان اجيب الباء، يبقى اتنين بيساوي سالب نص زائد ب، يبقى هودي النص بعكس الإشارة أو أجمع نص في الطرفين مفيش مشكلة، يبقى الباء بتساوي اتنين ونص، اتنين زائد نص بتساوي اتنين ونص. يبقى معادلة الخط المستقيم ص هي ص بيساوي نص س زائد اتنين ونص. وبكده قد انتهينا من الجزء الأول من الدرس وهو المستقيمات المتوازية، وإن شاء الله هنكمل وهنقول الجزء الثاني وهي المستقيمات المتعامدة.